يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. حضراتكم اكيد متابعين ان التحكيم النسائي في مصر بقى اون فاير، بقينا نشوف حكام سيدات موجوده في مباريات كره القدم رجال، بقى في تطوير اصلا في عمليه التحكيم النسائي في مصر، العالم كله بيتطور في هذا الامر، والحمد لله ان احنا عندنا لجنه حكام حاليه تدعم كثيرا كثيرا المراه والتحكيم النسائي بشكل كبير جدا. عشان كده يشرفني وينورني النهارده اثنين من نجوم التحكيم النسائي، كابتن ندى عبد ربه والكابتن مي حسن. كابتن ندى عبد ربه اهلا بيكي، مشرفاني ومنورني حكم ساحه. اهلا وسهلا بحضرتك، ما غلطناش اهو. وايضا الكابتن مي حسن حكم مساعد دولي. ايضا كابتن مي مشرفه ومنوره، ربنا يخليك. تسلم. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ تمام. حلقه النهارده حلقه ممتعه ولذيذه. اكيد معانا اثنين حكام كبار، اثنين حكام ما لهمش جدل، اثنين حكام ما عندهمش قلق. بقى انا من الحلقات اللي فيها حكام ليه؟ هلاقي حد يقول لي انت جايب الحكم اللي ظلمني، انت جايب الحكم اللي عمل لي. الحمد لله ما حدش مسك عليا حاجه لحد دلوقتي. لحد دلوقتي ها؟ الحمد لله تمام. امان يعني. طيب كابتن مي، عايز ابدا معاكي واسالك انت ازاي بداتي التحكيم؟ ليه اصلا خدتي قرار التحكيم؟ ليه اصلا قررتي اصلا تبقي حكمه مساعده كمان مش حكم مساعد؟ يعني ايه التفاصيل في هذا الامر؟ انا كنت بلعب كوره، يعني قعدت 15 سنه العب كوره في نادي التنميه سبورت اللي هو حاليا دلوقتي مستقبل وطن. بعد كده انا حبيت ان انا ادخل مجال التحكيم، شفت ان انا شخصيتي تسمح ان انا اكون حكم، يعني حبيت نفسي في الموضوع وشفت ناس كبيره موجوده. قريت انا من الشخصيه دي، الشخصيه دي عنيفه. لا والله يا ابن زعيل، بالعكس طيب يعني. والله بتزعق يعني؟ بيجي يعترض عليكي بتزعقي له؟ مش بحب حد يقعد يعترض على الحكام زمايلي كتير ويتدخل في قراراتهم، يعني ركز في لعبتك هتكسب الماتش، يعني بلاش ليه يا كابتن الفاول ده، لا يا كابتن ده، ركز في شغلك هتكسب. الحكم المساعد بيبقى ليه دور في القصه بتاعه تهدئه اللاعبين والتدخل في هذه الامور، ولا الامور دي بتبقى عند حكم الساحه بس؟ هي قبل ما اروح للكابتن، هي احيانا بتبقى ممكن تبقى للحكم المساعد كمان. انا احيانا ببقى شايفه اثنين لعيبه مثلا هيعملوا مشكله مع بعض، تاتش مع بعض، بقول لهم انا شايفه هنادي الحكم يديك انذار هخليك تطرد بره. بس لا يعني لا، هشوف ان هو بيعمل اي مشكله او سبب في اي حاجه هبلغ الحكم على طول، فهو بيسكت. ما تعديش واحده كده بالحب؟ لا ما عداش، عشان انا لو عديت على حد لازم اعديها لحد، فما ما حدش يمسك عليا حاجه. ما بتعديش كابتن ندى، شايله منك. لا 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 ما بتعديش، ده حاجه كويسه جدا. ايوه بهزر معاك. كابتن ندى نفس الامر، انت بدات ازاي التحكيم؟ ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ انا الاول انا طالبه تربيه رياضيه 2015، بدات في تربيه رياضيه عادي، بدات رياضه زي اي حد لسه بادئ رياضه، لسه بادئ يجري الكلام ده كله. فبعدين في الكليه عندي كونوا فريق كره قدم نسائي اول حاجه، فحبيت ادخل، دخلت مع الفريق تمام اول سنه. تاني سنه بصراحه انا كنت بعيد عن مجال التحكيم خالص، الا بس كابتن، وعايز اشكره جدا، كابتن صلاح وهب، حكم سابق قريب من بلدي يعني، وهو زي والدي بالظبط، هو اكيد قاعد يتفرج عليا دلوقتي. عظيم. هو اللي قال لي اكيد طبعا. كابتن صلاح هو شاف فيا ان انا هبقى حكم كويس، قال لي انت ستايلك حلو، عندك جري كويس، كل حاجه كويسه، عارفه في الكوره، ابداي خشي تحكيم وكده. بصراحه انا كانت خبرتي عن التحكيم يعني صفر. يعني ايه بقى ستايلك حلو؟ يعني شخصيتك، قراراتك، لياقتك وسرعتك، يعني بيبقى ايه المؤهلات اللي ممكن نقول ان ده حكم كويس؟ انا بتكلم على مستوى الرجال والنساء بشكل اول عارف. حاجه في الاول بيبقى الستايل الخارجي الاول قبل ما يشوف فنياتك وقدراتك الاول، الطول، الوزن، عشان الكشف الطبي طبعا. تاني حاجه الرياضه، رياضه مستواك البدني ايه نظامه. ثالث حاجه بقى مستواك الفني، لازم تعدي الاول الاختبار الطبي، ثاني حاجه الاختبار البدني، ثالث حاجه مستواك في الملعب ايه. فهو قال لي انت يجي منك هيجي منك حاجه كويسه، ادخلي وهتبقي حد كويس. انت عارفه كابتن نعمه رشاد هتبقي حد كويس. فانا كانت خبرتي عن التحكيم زيرو ساعتها. فانا فعلا اول ما قال لي كابتن نعمه رشاد انا دخلت وعملت سيرش وكده على كابتن نعمه، كان لسه كابتن نعمه لسه بتحكم لسه، شفت لها اكتر من برنامج وكده، وحابه اقول لها واحنا على قهوه كل سنه وهي طيبه، عيد ميلادها النهارده. وحابه اشكر كابتن صلاح جدا جدا، لان بصراحه من ساعه ما دخلت التحكيم وهو الدعم الاول ليا ولحد دلوقتي. عظمه جدا. طيب كابتن مي، عايز اسالك، انت قلتي ان انت كنت بتلعبي كوره اصلا. تمام. وانت بتلعبي كوره ايه برضو اللي خلاكي تلعبي كوره، او ايه اللي خلاك كبنت؟ احنا عارفين زمان من سنوات يعني كان البنات دايما ما بيروحوش يلعبوا كوره قوي، ممكن رياضات اخرى، لكن الكوره دايما كانت بتبقى مقصوره، او مش دايما، غالبا مقصوره على الرجال.
ايه اللي خلاكي بقى في وسط الزحمه دي او في وسط الاتجاه ده تقولي لا انا هلعب كوره انا زي الولاد؟ انا كنت بلعب كوره اصلا في الشارع يعني اصلا. لا تعالي لي. لا دي قالت كلام حلو دلوقتي. انا كنت بلعب كوره في الشارع. لا قولي لي بقى كنت بتلعبي كوره في الشارع ازاي؟ كنت بلعب مع الولاد وانا صغيره وبعد كده عرفت ان في فرقه بنات موجوده في نادي التنميه سبورت فقلت ان انا اطلع يعني. فلقيت ان الموضوع حلو ولذيذ وفي في التزام وفي فرقه وفي ماتشات وفي تمارين. لقيت الموضوع حلو فرصه حلو جميل. في نطه نطيتها برضو. انا الموضوع الشارع ده مهم قوي بالنسبه لي. بس احنا يعني في الكابتن عايز الشارع. في اجيال كده ما عدتش على الشارع ده. في اجيال لعبت على طول في ملاعب يعني. لا. في اجيال بعدينا لعبوا على طول في ملاعب. بعدين عشان شكلك لسه صغيره في السن. بس انا بعدين انا كبيره والعكس. لعبوا في ملاعب. لعبتي بقى في الشارع ايه؟ طوبتين وكده ولا جول؟ لا عادي كنا بنلعب يعني جيراننا وكده بنات وفي ولاد وكنا بنعمل فرقه ونلعب وبعد كده حبيت الموضوع يعني. وكنت بتلعبي مش ما بتلعبي ما فيش جول؟ لا كنت بلعب. لما كانوا بيلعبوا معانا بنات كنا نوقفهم جول. كنت باك رايت كمان. بس كان في واحد يعني جارنا وهو اللي كان مربيني برده كان اسمه كابتن ثروت عمار الله يرحمه يعني هو اللي كان رشح لي ان انا كمان ادخل يعني ادخل مجال الكوره. ولما كنت بتلعبي بقى كنت بتلعبي مركز ايه؟ باك رايد كملتي فيه؟ احيانا سيرد باك يعني. المهم ان انا كان يعني كان يقول لي اللي يفوت يموت بالظبط. كنت بتموتيه بالظبط. طب وانت كحكم دلوقتي؟ لا خلاص بقى ابتديت اعرف ان ما ينفعش خلاص. تعلمنا بقى صح. اللي بيموت بتاذيه طبعا. اهم حاجه سلامه اللعيبه دي اهم من النتيجه اصلا. طيب كابتن ندى انا عايز اسالك على فكره انه تبقي حكم في وسط برضو ايضا وقت كان الحكام الرجاله هم اللي بيسيطرين على البطولات كلها. مفيش دعم للحكم النسائي او الحكمه النسائيه. مفيش دعم للعنصر النسائي في التحكيم. دلوقتي الامور تحسنت. ملاحظه التحسن ده؟ بصراحه انا لاحظته اكتر في السنه الاخيره دي لما نقلت منطقه القاهره. هايل. انا اصلا من المنوفيه. وكنت حكم منطقه المنوفيه من 2017 لحد بدايه الموسم ده. نقلت القاهره. ففي المنوفيه انا كنت اول حكمه بنت في المنوفيه في 2017. فانا اول ماتش ليا انا خدت بابا معايا الاول. اول ماتش ليا كان في فرقه موجوده عندي في البلد مشهوره جايبه معاها باص بيشجعها حاجه صغيره كده مراكز شباب. هي كل الجمهور لما دخل والناس لما قعدت سابوا بابا سابوا الناس كلها سابوا الحكام الموجودين. حكم بنت كله حدث. كله جاي تشغل الموبايلات وساب الفرقه مع الحكم بس. فدي كانت بالنسبه لي خضه في الاول. وانا المفروض الحكم اللي ابقى واثق من نفسي. ايوه اول ماتش ليا اعتقد ده كان تاني ماتش. اول ماتش عدى على خير ما كانش في حد موجود. فكانت خضه كبيره قوي ليا الماتش التاني ده. بعدها شويه يعني الناس بدات تتقبل. لا احكي لي الماتش التاني ده اللي هو كان فيه توتر ده لما نزلت الملعب. حسيتي بدعم اللاعبين؟ ايوه. لا اول حاجه اللاعبين حصلت خضه كبيره. لقيت المدير الفني قال بعد اذنكم 5 دقايق. دخل الاوضه قدامنا وقف على الباب قال من الاخر في حكم بند في الماتش مش عايز كلمه محدش يتكلم ومحدش يجي ناحيتها خالص. محترم. تمام مالناش دعوه في حكم بنت مش عايز اي تعليق مش عايز تركز مع الحكم وتسيب الماتش مالكش دعوه. اول حاجه اصلا انا لما لقيت الناس دي كلها احنا بنلبس شورت عشان انا محجبه بلبس ليجن تحت الشورت. انا لبست بنطلون خضيت اصلا. قلت مش مغيره انا هلبس تيشيرت التحكيم على بنطلون ده اول حاجه. طلعت بقى الجمهور اللي كان موجود كان حوالي مثلا 30 40 واحد. مين ومين؟ انا مش فاكره الطرف الثاني بس غالبا الطرف اللي كان عامل شغب يعني. فرقه اسمها شرانيس عندنا. يعني كان في شغب كمان. هي الفرقه دي والجمهور ده بيعمل شغب كبير. هو ساب الفرقه وساب كل حاجه. اوف سايد يا حكم اوف سايد. كنت لسه مساعد. فاول يعني هم اشتغلوني انا بقى مركزين هم معاك. سابوا الحكم وكلهم واشتغلوني. بصراحه الماتش ده كان عليه ضغط كبير بس كان مصبرني يعني ومقويني كابتن صلاح وبابا كانوا موجود معايا. طيب كابتن مي انت الناحيه الثانيه اكيد برضو اول مباراه ليكي كحكم زي اول مباراه ليكي كلاعب. انت لعيبه ما انا تمام انا عارفه الطريقه وبلعب من الشارع وبلعب في انديه وعارفه مركزي تمام. حكم دي قصه ثانيه خالص تمام. ده انت نفسك من شهرين ثلاثه قبل ما تبقي حكمه كنت بتعترضي وبتزعقي وبتقولي الله يكون في عون الحكم فعلا. صح كده؟ انا اول مره كنت بحضر المحاضرات وحكم زميلي كنت بزعق له في الملعب لما كنت بلعب لسه فقام قال لي بكره اللي اتعملت فيه هيجي عليك هيتعمل فيه حقي طبعا. احكي لي بقى اول مباراه كحكم.
طبعا كنت متوتره وقلقانه طبعا، مع اننا كنا احنا كان ما بين المعادي واليخت وكان الاتصالات يعني. بس فطبعا كنت متوتره مع اني كنت واخده محاضرات وعملي ونظري وفاهمين طبعا وامتحنا وكنا عدينا بكل المراحل يعني اللي تاهلنا لده. بس طبعا التوتر يعني كان اول مباراه ليا. بس الصراحه الحكم اللي كان معايا كان كويس جدا ووقف معايا، وقبل ما ننزل قال لي ما تقلقيش وانا جنبك ومعاكي، والحكم المساعد نفس الموضوع، وكمان الناس ساعدتني اللي كانت بره، وبرده ما تخافيش ما حدش اعترض عليا في حاجه، بالعكس الناس ساعدتني وشجعتني. وبعد كده خلاص خدت على الموضوع وبقى عادي بقى يعني، اللي هو مفيش خلل يعني خلاص بقى. طيب كابتن انا انت حكمتي مباراه للرجال ولا بنات بس؟ اكيد حكمتي. انا عندي في المنوفيه اصلا اول ما بدات، احنا عندنا في المنوفيه ما كانش فيه فرقه نسائي لحد من سنتين اصلا، فكان كل المباريات ولاد بس، وخصوصا مراكز الشباب يعني. احنا نزلنا اول حاجه مراكز الشباب اللي بيبقى فيها الشغب وكده، كانت اكتر ماتشاتنا فيها وناشئين. ومؤخرا لعبت السنتين اللي فاتوا قسم رابع في المنطقه عندي شباب، لكن اصلا احنا ما عندناش غير فرقه واحده كره نسائيه حاليا. طب احكي لي التفاصيل اللي هو ايه. انا نازله احكم لولاد، بطبيعه الحال الولاد اجريسيف، ولما بيشوفوا بنت هي اللي بتحكم فانا لا هعرف اعترض عليها، فهخضها هخوفها فتحسب لي قرارات. ازاي بقى بتتعاملي مع الموقف ده؟ بصراحه يعني ما فيش حدث كبير حصل معايا. ده في معسكر الفيفا الاخير اللي كان في شهر 10. صوره يا جماعه وانا مساعد، ما تقربوش قوي كده. الصوره اللي فاتت كانت في المعسكر الاخير، ودي كابتن هيام اللي هي الصوره اللي قبلها. كابتن هيام ديت الخاصه بالتحكيم النسائي، المحاضره بتاعتنا مسؤول عننا. دوت ماتش كره نسائيه كان في بالم هيلز. مفيش حاجه كبيره تخض قوي الا ان البدايه، بس اول سنه وثاني سنه ليا كان الناس كلها اول ما ادخل الملعب الحكم البنت. فالبدايه ما كانش يعني في ناس مجامله، اللي هو ان شاء الله يا كابتن خير الكلام ده كله، يتعاملوا معاكي بجنتله يعني برجوله يعني بشويه شياكه، اللي هو اشتغلي واحنا معاكي مش هنضايقك. بصراحه يعني ما لقيتش قليل قوي الحاجات اللي اوفر بقى، الا لما مثلا لو فرقه مثلا خسرت تيجي بعد الماتش بقى يقول لك الكلمه الشهيره بقى. اكيد عارفها الكلمه الشهيره اللي هو ايه؟ على المطبخ. المطبخ طبعا. بقول له حاضر اخدك معايا من الاخر. روح انت على المطبخ انا تمام. دي الكلمه الشهيره يعني مثلا ما يحب يستفزك مثلا. والعكس صراحه يعني انا كل ما بتطلع بالمستوى بتلاقي الناس محترمه اكتر يعني. انا اول مباراه ليا في القسم الرابع كانت مباراه جامده جدا، كانت نادي اوسنا بيلعب اعتقد حاجه كفر نادي ابشيش او كده، وكان المباراه ديربي الفرقتين قويتين، وكان في نادي اوسنا وكان جمهور كامل، الملعب كله جمهور اوسنا. وانا بدات اول ماتش قسم رابع ليا، بصراحه اللعيبه والمدربين طلعوا بعد الماتش شكروا فيا كمان. عظيم. كنت عامله ماتش كويس الحمد لله. كل ما بتعلى بالمستوى بتلاقي الناس بتفهم اكتر او بيكونوا هادين اكتر من تحت، بيحترموك بيك اكتر. اقول لكم تفصيله كده بتخيلها. انا عاجبني القعده الحلوه دي. اتفضل. في مره كده مثلا ايه، جه عليكي لاعب وبيعترض جامد، فانت قلقتي منه، فقلت طب والله ما انا رافعه الكارت، انا شكله جاي متنرفز. جالك الاحساس ده قبل كده، اللي هو ده شكله عصبي ده ولا ايه؟ لا هو ما جاليش. بس هي حصلت مع بنت. وكانت في البنات في ناس بتلاقيها شبح في نفسها كده قوي يعني. فجت لي وجاي لي بالانذار، جت اعترضت اعتراض اللي هي هتضربني بقى، فطلعت لها الاحمر اصلا. يلا اعملي اللي هات اللي عندك يعني. طبعا انت ما ينفعش. طبعا بتطلعي الاحمر وانت بتراجع نفسك. لا يعني بص انا في الملعب بطبق قانون. ما ينفعش الناس اللي بره تشوفني مخضوضه، حتى لو انا من جوايا مخضوضه طبعا ما ينفعش. وبعدين ده قرار انا بنفذه، اعترضت اعتراض يستاهل الانذار، فكان انا بطلع لها انذار. اعتراض مثلا ان هي حجزت على الحكم يستاهل طرد، هطلع لها طرد، حتى لو ممكن بعدها ممكن تتهجم عليك بايد، ساعات بتحصل. انا بكون واخده مسافتي كويس وبرفع لها الكارت، ده حقي. واكيد في اغلب الملاعب بيبقى في امن. وحتى لو ما فيش، لما هو ده القرار وقدام الناس بره ما ينفعش صورته تتهز، هتاخد الكارت هتاخد الكارت. انت برضو ما قلقتيش بموقف مشابه؟ لا خالص. يعني ما قلتيش مثلا انا برفع اوفسايد
تمام، واللاعب هيجي اللاعبه او اللاعب هيجي يتضايق عليا. لا خلاص، هي يعني هي بعد كده خلاص، انت بقى لك انا بقى لي 8 سنين بحكم فخلاص انت اتعرفت، فالناس عارفه شخصيتك، فما حدش يعني اللي بيعترض بيبقى عارف ان هو انا مش بتهاون ومش بتساهل في اي حاجه، يعني في اكشن هيحصل طبعا. وبصراحه كابتن ما تعترضش عليا، انا بتكلم بالنيابه عنها في دي، بصراحه كابتن مي مش اي حد يعترض عليه. كابتن مي شخصيه قويه جدا في الملعب، بحب اسكت الدكتين بالنسبه يعني للناس، ما بحبهاش تعترض على زمايلي يعني. بحاول ان انا على قد ما اقدر اخلي زميلي او زميلتي تركز في المباراه اكتر يعني. بس جايب لك صور وانت صغيره؟ لا مش وانا صغيره، ده كان كان ورنر، كان يويو تيست على فكره. حرام تطلعوا لاي حد الصوره بتاعته في الورنر، عشان احنا بنكون مناظرنا بائسه، بس شكلكم وبنبقى يعني تعبانين ومرهقين. انتوا نجوم يعني. ربنا يخليك والله، دي مجامله. كابتن شاهين ده المغربي طبعا، اول حكمه كنت بلعب كوره طبعا. ذكريات. صور شكلها جميل، صور حلوه. طيب دلوقتي الفار دخل تمام صح كده؟ انا عارف انتوا لسه ما اشتغلتوش مع الفار صح؟ لسه ما اشتغلتش. لسه اشتغلتي فار؟ لا ما دخلتش الدوره اللي اتعملت وقتها. طيب بسالكم بشكل عام بقى، هسالك كابتن ندى الاول، الفار سهل الامور بالنسبه للحكام ولا شايفه ان الفار قلص من دور الحكام؟ هو بصراحه الفار قلص من دور الحكام كتير، وكمان على مستوى الماتش. انا طبعا رايي بسيط، كان بالخبراء وكده، هو بيدي العداله للفرق. عظيم، دي حقيقه. لكن كماتش يعني مثلا ساعات ببقى اتفرج على الدوري الانجليزي ويجي جون وهي وشجعنا وبعد ما شجعنا ضاع. فانا انا كمشاهد بزعل، اللي هو ايه ده؟ طب ده وبعدين في الاوفسايد بقى، اللي هو الاوفسايد على السنتي وعلى الملي يعني. ما طبعا بيدي ناس حقها يعني، بيساعد بس بيدي الناس حقها تمام، بس كمتعه المشاهد وكل شويه توقف توقف. بس اكيد مهم جدا عشان العداله يعني، لو في حد ليه ضربه جزاء تغير من نتيجه ماتش مهم جدا طبعا الفتره الاخيره، بس قلل كتير من دور الحكم. طيب كابتن مي، هو ده سؤالي برضو، انه زي ما الكابتن ندى قالت انه ممكن يقلل شويه من المتعه، بس في عداله. العداله اهم، حتى بالزبط. المشجع اللي بيستمتع بالمباراه عايز العداله لفرقته. بالظبط، هو بيطمن حتى الفرقتين ان عارف حتى لو الحكم اخطا الموجود في الملعب، لا في ناس قاعده جوه مراقبه، في كاميرات، في ناس بتساعد ان هي تدي القرار الصح، عشان خاطر الناس دي تقدر يعني توصل النتيجه يعني مظبوط. ما بس طبعا انتوا بتشجعوا فرق مش في مصر، بره مصر؟ هو اكيد بره مصر. قلقت اول ما بتشجع فرقه، اكيد مش هسالك اهلاوي ولا زملكاوي. انا بسال بره مصر. احنا بنشجع منتخب مصر. هايل، بس كده تمام. احنا بره انا بصراحه بشجع ريال مدريد، ومؤخرا عشان كابتن محمد صلاح بنشجع ليفربول. هايل برضه ريال مدريد ليفربول طبعا. ابن بلدي يعني لازم. كابتن محمد، ايه رايك في اللي بيعمله محمد صلاح كل يوم ده؟ لا بجد وامبارح لسه محتفل 150 هدف مع ليفربول، حاجه ما شاء الله عليه بجد. خير بجد، دلوقتي كل اكاديميات مصر كلها لابسه محمد صلاح، كلها يا جماعه طب غيروا الرقم. طيب لا هو صراحه ادى امل للناس ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل يعني. كابتن محمد يعني ابتدى برده من الصفر، وواحده واحده طلع وبقى موجود دلوقتي وتعرف في العالم كله، فهو بيدي الواحد امل ان هو يقدر في يوم من الايام يوصل ويبقى زي محمد صلاح. ليه لا؟ اكيد اكيد. احنا في الاكاديميات كلها الناشئين بجد، كل الاطفال في الاكاديميه كلهم لابسين تيشيرت محمد صلاح، كلكم يا جماعه رقم 10 كده او رقم 11 يعني للمنتخب، شخصية لرقم محبوبه يعني. كل الناس يعني نفسها تشوف محمد صلاح. يا ده الماتش بتاعي، ماتش ايه ده؟ الاميريه والمعادي واليخت. لا قريبه أيوه. من الاحداث. هو الماتش ده برده مش كل الماتش ده ملخص. طبعا ملخص فيه. الماتش ده ايه قصته بقى؟ عملت فيه ايه؟ لا الماتش ده كان كويس جدا يعني. المعادي واليخت والاميريه كانوا منافسين في الوقت ده. فانا كشخص نفسي اتفاجئت بالمستوى. الاميريه ساعتها كسب 5-1 او 5-0. انا اتفاجئت لان انا عارفه ان الاثنين على درجه واحده، ان هما بينافسوا بعض. فانا قلت بقى الماتش رايح جاي، ففوجئت جون ورا جون ورا جون، لقيت الاميريه كسبت 5-1 او 5-0. ايه اكتر ماتش طلعت فيه كروت تفتكري؟ ماتش قريب انا كنت للاداريين وللجهاز وللعيبة. انا كنت عامله حوالي 12 انذار. 12 انذار ما شاء الله. كان حديث على الحركة لو طلعت الدوري الممتاز هتروح.
لا لا لا، بس هو كانوا عاملين شغب. ايوه كان ماتش صيد المحله سيدات والترام، الماتش هم اخر فرقتين بيلعبوا مع بعض، اللي هيوقع التاني اللي هيهبط واللي هيبقى ليه فرصه يكمل. الماتش كان مشدود صراحه، والاداريين اللي بره هم اللي مفيش طبعا، مفيش بقى يعني الاداريين انذار في انذار، والبنات برضو صح. فكان الاعتراضات اكتر مش على القرار على قد ما هم عايزين يتخانقوا. لا ده احتكاكاتهم كتيره، احتكاكات البنات تزق بعض الكلام ده كله. فكان انذارات على طول للجهاز الفني اكتر. خدتي اصعب حاجه في الدنيا رفع الرايه دي ساعه التسلل. جوه كنت بتفرج مره على برنامج في انجلترا، كان في جيمي كاراجر وجاري نيفل مع حكام انجليز دوليين، وكان مستضيف حكام مساعدين، وحاولوا يخلوا جيمي كاراجر وجاري نيفل يشتغل مساعد للحظات. قد ايه كانت الموضوع صعب، هم فاكرين ان مهمه الحكم المساعد دي بتبقى سهله عن الحكم المساعد. اجري مع اخر تاني مدافع وارفع التسلل وخلاص، بس لا والله بتبقى كلها تركيز طبعا، انت طبعا بتبقى مركز، يعني انت ممكن تودي الدنيا في داهيه في اقل من الثانيه. فعلى قد ما بنقدر بنكون مركزين جدا يعني. طيب انا هسالك سؤال هختم بيه، هسالك وبعد كده هسالك. طيب كابتن ندى، اللعبه تحكيم كرة القدم بشكل عام أثرت على حياتك الشخصية، حياتك بشكل عام، ولا فادتك وساعدتك في حاجات كتير؟ هي بص الاثنين. الاثنين هي أثرت وفادتني. أول حاجة فادتني إن يعني أنا أول حاجة قاعدة مع حضرتك، ده شرف ليا كبير، ده شرف ليا أكيد. تاني حاجة فادتني على مستوى الشغل، يعني أنا اتطورت في الشغل، بعرف ناس جديدة، واصلة مستوى عالي دلوقتي، بقيت حكم صفارة، دي كانت أمل كبير ليا. تاني حاجه برضو فادتني على مستوى البدن، يعني انا ملزمه بتمرين، ملزمه بضبط وزن معين، وانا مش بزيد، انا بقل فبلحق اظبط فوق. برافو عليك. بالسلب يعني حاجات بسيطه مش قوي، ان هي مش لاقيه وقت بصراحه اعمل اي حاجه تاني. احنا دايما بنتوزن، ودايما في عندنا امتحانات، ودايما عندنا ورنر، ودايما عندنا بدنيا وصحيا، انت طول الوقت محافظه على طبعا. احنا طبعا اللجنه متابعينها، ودايما في معسكرات ومحاضرات، ودايما اخر يعني القانون اللي بينزل، التعديلات الجديده دايما احنا بناخدها. كابتن عصام بصراحه مش مقصر معانا، احنا عامه يعني دايما في دعم لينا، واحنا بنحاول على قد ما نقدر نكون قد الثقه اللي هو بيديها. كابتن مي، انت تحديدا بعد ما خلصتي الكوره بقى، يعني بعد خلصتي لعب الكوره قبل ما تروحي التحكيم، حدش كده مثلا في اسرتك او في عيلتك قال لك ما كفايه بقى كوره، لعبتي وانبسطتي شويه؟ لا خالص والله، ده انا حتى اخويا كان، وهم دايما يقولوا لي ما تخليكي تلعبي كوره جنب التحكيم يعني. بس انا بحس ان شخصيه الحكم كده يعني عن اللعب، يعني حاجه كده بتبقى شخصيتك اقوى، وبحس ان انا اعلى من اللعب. فمش شايفه نفسي ان انا ممكن انزل لمستوى اللاعب، انا حابه نفسي في الحكم اكتر صراحه. طيب. نفس السؤال يا كابتن ندى، حد قال لك مثلا في مره كفايه بقى كوره، شوفي حياتك في شغل تاني، في حياتك الشخصيه؟ بصراحه انا بابا وماما العكس. انا لما حصل وقررت ان انا اوقف، بابا يعني عمل معايا مشكله في البيت كبيره، رغم ان هو في الاول ما كانش حابب عشان ما كانش فاهم ايه التحكيم، او انا هعمل ايه، او هنزل احكم ازاي، او هلبس ايه. لكن بعد ما دخلت واشتغلت سنه واتنين، لما قلت انا لا انا خلاص انا تعبت، انا مش عايزه اكمل، انا لان احنا عندنا تمرينات جامده، الورنر ده صعب صعب، فانا قلت لا انا مش عايزه اكمل. بابا وماما اللي اعترضوا، قالوا لا انت مشيتي وعملتي لازم تكملي. بصراحه يعني ما عنديش دي حته ان هم يقولوا لي لا، احنا عموما خمس بنات، فبابا وماما مربينا ان احنا يعني مسؤولين، احنا اللي بنعمل، خصوصا ان بابا قوات مسلحه كان في قطاع سينا، كان بيجي في الشهر كام يوم بس، فاحنا المسؤولين عن كل حاجه في البيت وكده، فاحنا المسؤولين مسؤوليه كامله، فلا ما فيش حد قال لنا ما تعملش كده. كابتن ندى عبد رب وحكم ساحه مصريه، انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. استمتعنا اكيد بحضرتك والله، مبسوطين. كابتن مي حسن حكم مساعد، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني. ميرسي، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقة الممتعة جدا مع نماذج مشرفة في الرياضة المصرية، في كرة القدم المصرية، من الطاقم التحكيم النسائي اللي بقى فيه دعم كبير جدا ليه في الفترات الأخيرة من جانب لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة القدم. عشان كده اتشرفت جدا بتواجدهم معايا النهاردة. بعد الفاصل هيكون معايا اثنين نماذج ايضا مشرفه جدا في العمل الاعلامي، اثنين اصدقاء اعزاء عندهم قصص عظيمه جدا في كواليس، عظيمه جدا في تخطيط بطولات كبيره جدا. ابراهيم عمر واحمد كانو هيكونوا معايا بعد الفاصل، خليكم معايا.